في أعماق الكون الشاسع على مسافة تقارب 110 سنوات ضوئية من كوكبنا الأزرق، يقع نجم شاب يدعى TWA7. لا يزال في بداية حياته الكونية، ينتمي إلى نوع M القزم، ويبلغ من العمر نحو 6 ملايين عام فقط، أي أنه أقرب إلى الطفولة النجمية من النضج. وهذا ما جعله موضع اهتمام بالغ لعلماء الفلك الذين يبحثون في المراحل الأولى لتكون الأنظمة الكوكبية، ويطمحون لفهم الطريقة التي تولد بها الكواكب من رحم الغبار والغاز المحيطين بالنجوم الفتية. وفي يونيو عام 2025 حدث شيء فريد، لحظة نادرة في تاريخ استكشاف الكواكب الخارجية، حين أعلن فريق دولي من العلماء عن تمكنهم من التقاط صورة مباشرة لما يحتمل أن يكون كوكبا تابعا لهذا النجم الغامض، باستخدام أعظم أدوات الرصد الفضائي التي يمتلكها البشر اليوم، تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تلك العين العملاقة التي تراقب الكون بأشعة تحت الحمراء فائقة الحساسية، وتخترق حجب الغبار لتكشف لنا عن أسرار لم نكن نحلم برؤيتها من قبل. لقد استخدم الفريق جهاز ميري، وهو مقياس الطيف والأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجود على متن تلسكوب جيمس ويب، إلى جانب تقنية تعرف باسم الكورونوغراف، وهي عبارة عن مرشح يقوم بحجم ضوء النجم الساطع نفسه، مما يسمح بالكشف عن مصادر خافتة للغاية قربة، مثل الكواكب التي عادة ما تكون مغمورة وسط وهج النجم الأم. وبهذه الطريقة تمكن العلماء من تمييز بقعة حرارية باهتة على حافة قرص الغبار المحيط TWA7، وتحديد موقعها بدقة داخل فجوة تقع بين حلقتين غباريتين متراكبتين، ما يدل على أن هذا الجسم الغامض ليس مجرد جزء من القرص، بل كيان مستقل له وجود خاص في الفضاء، ويصدر حرارة تدل على أنه كوكب وليد. أطلق العلماء على هذا الكوكب اسم TWA7b، ويعتقد أنه كوكب غازي عملاق تصل كتلته إلى ما يقارب كتلة زحل، وهو بذلك أخف كوكب يتم رصده عبر التصوير مباشر باستخدام تلسكوب جيمس ويب حتى الآن. وهو إنجاز استثنائي، لأن تصوير الكواكب الغازية الصغيرة يتطلب قدرة تقنية هائلة على التمييز بين الضوء الخافت القادم من الكواكب والضوء الهائل الصادر عن النجم الأم، خاصة إذا كان الكوكب قريبا نسبيا من هذا النجم، كما هو الحال في TWA7b، إذ أنه يدور على بعد يقدر بحوالي 50 وحدة فلكية، أي 50 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، وهو ما يعادل المسافة التي تفصل الشمس عن منطقة حزام كايبر تقريبا. لكن ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للدهشة ليس فقط صعوبة الرصد، بل أيضا الظروف المحيطة بالكوكب المكتشف، حيث أن النجم TWA7 محاط بقرص غبار كثيف يعتقد أنه لا يزال في مرحلة التكوين، ويتكون من 3 حلقات واضحة، وبينها فجوات تشير إلى وجود أجسام ضخمة تقوم بجرف الغبار أثناء دورانها. ومن هنا جاءت الفرضية بأن الكوكب TWA7b قد يكون هو المسؤول عن نحت هذه الفجوة في القرص عبر تأثير جاذبيته على المواد المحيطة به، مما يدعم فرضية وجوده كجسم مستقل نشأ نتيجة تكاثف المادة داخل هذا القرص النجمي، تماما كما يعتقد أن كواكب مجموعتنا الشمسية تشكلت قبل حوالي 4.6 مليار سنة. ولم يتوقف الفريق عند التصوير فقط، بل أجروا تحليلات دقيقة لاحتمالية أن يكون هذا الجسم مجرد مصدر ضوئي خلفي أو نجم بعيد يظهر مصادفة في نفس اتجاه الرؤية. لكن النتائج أظهرت أن احتمال أن يكون ذلك مجرد مصدر خلفي عشوائي لا يتجاوز 0.34%، وهي نسبة ضئيلة للغاية، تدعم بقوة فرضية أن هذا الجسم ينتمي فعلا للنظام النجمي TWA7، وأنه يدور بالفعل حول النجم في مسار حقيقي، وليس مجرد وهم بصري ناتج عن محاذاة عشوائية. ومما يفضي مزيدا من الأهمية على هذا الاكتشاف أنه يمثل أول حالة يستخدم فيها تلسكوب جيمس ويب لاكتشاف كوكب خارجي عبر التصوير المباشر، بدلا من الطرق غير المباشرة التي تعتمد عادة على عبور الكوكب أمام النجم أو تأثيره الجاذبي عليه. فبينما اكتشف علماء الفلك آلاف الكواكب الخارجية خلال العقود الماضية، فإن الغالبية العظمى منها رصدت عبر أساليب تعتمد على تذبذب ضوء النجم أو تراجع بسيط في سطوعه عند مرور كوكب أمامه.
أما أن نلتقط صورة مباشرة لكوكب صغير نسبيا حول نجم شاب تحيط به سحب كثيفة من الغبار، فذلك يعد إنجازا علميا وتكنولوجيا من طراز رفيع، ويفتح آفاقا جديدة لدراسة الكواكب الوليدة في مراحلها المبكرة جدا. ولعل هذا الرصد يمنح العلماء فرصة ذهبية لدراسة كيف تتكون الكواكب العملاقة الغازية، وما العلاقة بينها وبين هندسة الأقراص الكوكبية الأولية، وهل تتشكل الكواكب أولا ثم تنحت مساراتها في القرص، أم أن توزيع المادة في القرص هو الذي يحدد مسبقا أين ستولد الكواكب؟ أسئلة كبيرة ما زالت تنتظر إجابات، لكن كل اكتشاف جديد مثل هذا يساعدنا على تقليص هوامش الجهل وتوسيع دوائر الفهم. ولم يكن من قبل المصادفة أن يتم اختيار النجم TWA7 ضمن أهداف تلسكوب جيمس ويب، فهو ينتمي إلى تجمع نجمي شاب، وهي مجموعة من النجوم الصغيرة في مرحلة ما قبل النسق الأساسي، تقع على مقربة نسبية من الأرض، وتوفر فرصة نادرة لرصد العمليات الفيزيائية التي كانت تحدث في بدايات تشكل النظام الشمسي، وكأنها آلة زمنية تسمح لنا برؤية ماضينا الكوني من خلال عدسة عالية الدقة. وإذا تأكد هذا الاكتشاف في عمليات الرصد المقبلة، فإن TW7B سيكون ليس فقط مثالا رائعا على قدرة تلسكوب جيمس ويب على اختراق الغبار ورؤية الكواكب الناشئة، بل أيضا سيكون نموذجا أساسيا لفهم التفاعلات الديناميكية بين الكواكب وأقراصها، وسيساعد في اختبار نماذجنا النظرية حول تكون الكواكب وتطورها. وربما يقودنا في المستقبل إلى اكتشاف كواكب أخرى أصغر حجما، أو حتى كواكب صخرية تشبه الأرض تتشكل على مقربة من نجومها في المناطق التي يعتقد أنها صالحة للحياة. إن القدرة الفريدة لتلسكوب جيمس ويب على الرصد في نطاقات الأشعة تحت الحمراء العميقة، بالإضافة إلى أدواته المتقدمة مثل الكورونوغراف، تجعله أداة لا تقدر بثمن في رحلتنا لاكتشاف عوالم جديدة وفهم آلية تكوينها. فبينما كانت تلسكوبات سابقة مثل هابل تركز على الضوء المرئي وفوق البنفسجي، فإن ويب يفتح نافذة جديدة على الكون الخفي، يكشف لنا عن تفاصيل دقيقة في الأقراص الكوكبية الأولية التي كانت مجرد تراكيب نظرية في السابق، وهو ما يعمق فهمنا للمراحل المبكرة لتطور الأنظمة النجمية. تلك الفجوات والحلقات التي رصدت في قرص النجم TW7 الغباري تعد بمثابة بصمات أصابع كونية تروي قصة ميلاد الكواكب، فالعلماء يعتقدون أن هذه التراكيب لا يمكن أن تتشكل إلا بوجود أجسام ضخمة تقوم بمسح مسارتها، مكنسة جاذبية كونية تجرف الغبار والغاز في طريقها. وهذا الكوكب المكتشف TWA7b يقدم دليلا مرئيا مباشرا على هذه العملية، مما يعزز النماذج النظرية لتكوين الكواكب عبر تراكم النواة، حيث تتجمع الجزيئات الصغيرة تدريجيا لتشكل أجراما أكبر فأكبر حتى تصل إلى حجم الكواكب العملاقة. إن هذا الاكتشاف يتجاوز مجرد إضافة نقطة جديدة إلى خريطة الكواكب الخارجية، بل يمثل قفزة نوعية في فهمنا لعمليات التكوين الكوكبي نفسها، مما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول كواكب أخرى مشابهة، وقد يساعدنا في تحديد الكواكب التي قد تكون صالحة للسكن في المستقبل من خلال فهم الظروف التي تسمح بتكوين كواكب صخرية داخل الأقراص الغبارية. وعلى المدى الطويل، فإن استمرار تلسكوب جيمس ويب في رصد هذه الأنظمة الشابة سيقدم لنا بيانات لا تقدر بثمن لنمذجة تطور أنظمتنا الكوكبية وكيف تشكلت كواكبها وتطورت عبر مليارات السنين. على الرغم من الإنجاز الكبير الذي يمثله اكتشاف TWA7b، فإن مجال التصوير المباشر للكواكب الخارجية لا يزال يواجه تحديات كبيرة. أحد أهم هذه التحديات هو تحديد التركيب الجوي لهذه الكواكب بدقة أكبر. فعلى الرغم من قدرة ميري على تحليل الأطياف، إلا أن فهم الظروف المناخية والكيميائية الكاملة لأغلفة هذه الكواكب الجوية يتطلب بيانات أكثر تفصيلاً، وربما أدوات مستقبلية أكثر تطوراً يمكنها تحليل الأطياف بدقة أعلى. كما أن تمييز الكواكب الأصغر حجماً والأقل سطوعاً يبقى تحدياً تقنياً هائلاً، فالكواكب الصخرية المشابهة للأرض لا تشع الكثير من الحرارة ولا تعكس الكثير من ضوء نجمها مقارنة بالعملاقة الغازية، مما يجعلها أصعب بكثير في الرصد المباشر، ويتطلب ذلك تلسكوبات ذات مرايا أكبر وأكثر دقة
أو حتى شبكات تلسكوبات موزعة في الفضاء تعمل معا كمرصد واحد عملاق. ومع ذلك فإن الفرص المستقبلية التي يفتحها هذا الاكتشاف لا حصر لها، فدراسة أنظمة مثل TWA7 تتيح لنا فهما أعمق لكيفية نشأة الحياة نفسها. فإذا تمكنا من فهم الشروط الدقيقة التي تؤدي إلى تكوين الكواكب، وخاصة تلك التي تقع ضمن النطاقات الصالحة للسكن حيث يمكن أن يوجد الماء السائل، فسنكون أقرب إلى الإجابة عن السؤال الأزلي: هل نحن وحدنا في الكون؟ كما أن هذه الاكتشافات تساهم في تطوير نماذج حاسوبية أكثر تعقيدا تحاكي عمليات التكوين الكوكبي، مما يساعدنا على التنبؤ بمواقع الكواكب المحتملة وتوجيه عمليات الرصد المستقبلية. في السنوات القادمة من المتوقع أن تطلق وكالات الفضاء بعثات جديدة ومراصد فضائية أكثر تقدما، مصممة خصيصا لتجاوز قدرات تلسكوب جيمس ويب في بعض الجوانب. هذه الأدوات الجديدة التي قد تتضمن تقنيات مثل التداخل الفضائي أو تلسكوبات ذات حواجز نجمية تحجب ضوء النجم بشكل فعال، ستفتح آفاقا غير مسبوقة لرؤية الكواكب بشكل مباشر حتى تلك الخافتة والصغيرة، وقد تمكننا من التقاط صور للكواكب التي تحمل علامات الحياة مثل الأكسجين أو الميثان في أغلفتها الجوية. إننا اليوم نقف على عتبة فصل جديد في علم الفلك، فصل يسمح لنا ليس فقط رؤية الكواكب في وقت تكوينها، بل أيضا بفهم القوى الخفية التي تصوغها وتحدد مصائرها، ومن خلالها ربما نفهم مصيرنا نحن. نحن الذين خرجنا من كوكب صخري صغير، وها نحن نمد أبصارنا إلى ولادة عوالم أخرى. عسى أن نجد في غبار النجوم بداية لقصة أخرى أو لعالم جديد قد يحمل في طياته أسرار الحياة، أو لمحة عن مستقبل بعيد ينتظر أن نصل إليه. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وكتابة آرائكم في التعليقات، يسعدني دائما قراءتها. إلى اللقاء.